يواصل الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 92 يوماً احتجاجاً على اعتقاله الإداري وسط تدهور خطير على حالته الصحية، وتوقع الأطباء انتكاسة في حالته مع صعوبة في الرؤية وعدم قدرته على الوقوف وآلام شديدة في أنحاء جسمه وحذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدر أبو بكر من خطورة الوضع الصحي للأسير ماهر الأخرس مشيرا إلى استمرار رفض محكمة الاحتلال الإفراج الفوري عنه وتجميدها مرة أخرى للحكم الإداري بأربعة شهور والفت ابو بكر لان المفاوضات ما بين المحامين واداره سجون الاحتلال مستمره ومن المفترض ان يتم التوصل لاتفاق صيغه معينه بشان اضراب الاسير الاخرس